اقترب الموعد المنتظر في نادي الهلال بالانتخابات المقبلة، والتي ستجري أولى جلساتها يوم 29 من هذا الشهر. في حال اكتمل النصاب سيتم حسم الأمور ما بين المترشحين على مقعد الرئيس الأستاذ هشام الصوبات، المترشح عن تنظيم هلال المجد ورئيس لجنة التطبيع السابقة بالنادي، وكذلك الأستاذ صابر شريف الخندقاوي المرشح عن تنظيم فجر الغد، فيما يمكن أن نطلق عليه بين قوسين تحالف جديد في الهلال. نسعد كثيرا بأن يكون ضيفنا اليوم في قناة البلد الفضائية المرشح لرئاسة نادي الهلال الأستاذ صابر شريف الخندقاوي. شريف مرحبا بك. مرحبا. مرحبا يا أخ محمد. مرحبا جماهير الهلال الوفية. مرحبا شعب السودان الصامد البطل. مرحبا كل الأخوان في قناة البلد. مرحبا بكم، شرفنا ومنورنا اليوم وسعيد بلقائك بكل تأكيد. يعني قبل فترة كان صابر شريف الخندقاوي ما بين من يريد الترشح لرئاسة النادي، ما بين متردد في الترشح، ولكن حسمت الأمر أخيرا وأعلنت ترشحك لرئاسة نادي الهلال. لماذا يعني قرر الخندقاوي أخيرا الترشح لمنصب الرئيس؟ والله شوف، هي فعلا أنا كنت في الأول قدمت نفسي أنه أكون نائب للرئيس. نعم. للأخ العزيز له التحية في هلال المجد. نعم. السيد الصعوبات. لكن طبعا في تكتيكات انتخابية نحن مشينا عليها بالترتيب مع الإخوة والأصدقاء والأخوان والأبناء في فجر الغد، التنظيم اللي هو نحن نقدر نقول أكثر تنظيم نشط في الفترة الماضية من بداية فترة التطبيع، أو يعني حتى من قبلها، يعني كان في ترتيبات لهم وظهروا في فترة لجنة التطبيع في الأول والتسيير في الثاني، فكان تنظيم مرتب وماشي بخطى ممتازة. نعم. واحترافية، وأنا كنت متابع معهم وكلهم أنا بعتبرهم كانوا أخوان أعزاء هلالاب وكانوا معانا في تحالف الهلة، ما غريبين علي، وعشان كده أنا ما ترددت في الانضمام والتحالف معهم. هم اللي عرضوا عليك يا أبو شريف أنك أنت والله تنافس معهم على مقعد الرئيس؟ والله شوف، هم عرضوا وأنا قبلت كويس، وأصلا كان بيناتنا تواصل في انه نحن نصل للمرحله دي كويس، مرحله انه نحن نكون مع بعض عشان نخوض الانتخابات مع بعض، وده شيء انا بعتبره حضاري وبيشبه الهلال. يعني في النهايه نحن بنقول لهلال المجد كان فاز بنقول له مبروك طبعا ويستاهل، وانا ضد المعارضه الهدامه ضدهم يعني. فاذا نحن فزنا وان شاء الله حنفوز برضه بنطالبهم بانه يقول لنا مبروك، وفي النهايه كان هم او نحن لخدمه الهلال يعني ما اكثر ولا اقل. طيب، هل قرار الخندقاوي في انه يترشح ضمن تنظيم فجر الغد بسبب مشروع تنظيم فجر الغد، ولا لقى انه دعوته انه ممكن يترشح كنائب رئيس لهشام الصوبات ما لقت اهتمام كبير من الجانب الاخر او من تنظيم هلال الغد؟ لا، هي دي اصلا كانت تكتيك وترتيب معين مع الاخوان في فجر الغد. تمام. فنحن كنا دايرين نشوف بقى حاجات معينه وشفناها والموضوع اتقفل على كده، لكن انا شفتها. لا كده وضح لنا، يعني الاتفاق بينك وبين فجر الغد كان اتفاق قديم ولا يعني اتفاق قبل الاعلان؟ قبل الاعلان ايوه، فكان في اتفاقات يعني مش بطريقه رسميه بالغاده بتاع فجر الغد. نعم. فنحن كنا مرتبين انه الامور تمشي، بس نحن نشوف نقرا المسرح ماشي كيف. نعم. والامور ماشي كيف، بعد ذاك نحن نقدر نعلم في الوقت المناسب. نعم. وهذا اللي حصل يعني. ولكل انتخابات تكتيك، لكل انتخابات ترتيب، في النهايه اي واحد بيعمل لصالح ورقه يعني. نحن حسا حاليا شغالين لصالح ورقنا، واكيد الطرف الثاني شغال لصالح ورقه عشان يكسب الجوله. نعم. فده انا بعتبره حراك ديمقراطي جميل. نتمنى ينطبق على كل الأندية في السودان وينطبق حتى على الأحزاب السياسية، يعني التنافس. نعم. الديمقراطي جميل. طيب، في ناس كثيرة يعني بتتهمك يا أبو شريف أنه تترشح فقط من أجل الترشح، يعني نافس الكاردينال في فترة فقط من أجل الترشح، الآن تنافس الصوبات من أجل الترشح، وأنه ما في البرنامج الانتخابي الجاي من خلاله صابر شريف الخندقاوي عشان يمسك دور الهلال. والله البرنامج الانتخابي موجود، والبرنامج الانتخابي طلعوه الاخوان في فجر الغد كويس وتوزع، وضفنا له نحن وحده الهله بعض البنود
اللي بتتماشى مع البرنامج الانتخابي بتاع فجر الغد. فالبرنامج الانتخابي موجود، فأنا ما مسكت الهلال يا أخ محمد عشان حد يحكم يقول ما نفذت برنامج انتخابي بتاعي. طيب أنا في أيام الأخ أشرف سيد أحمد الكاردينال 2017 نحن كان عندي برنامج انتخابي مكون من 19 بند، نحن ما مسكنا الهلال عشان نحن نقدر نتكلم في برنامج انتخابي يعني، أو ما نفذناه ونفذناه يعني. كويس، فيمكن كان كلنا مسكناه، يمكن حس الليلة نحن نمسك الهلال إن شاء الله وننفذ البرنامج الانتخابي بتاعنا كله، منو العارف يعني. كويس، فالناس ما تحكم على حاجة لسه ما حصلت أصلا، عرفتها؟ بيقولوا أنا طالع بس عشان إنه مثلا من أجل حاجات معينة وكذا. نعم. لا أنا طالع دقائق بصهر بسمع الانتخابات. لا أنا طالع. نعم. أنا طالع عشان أكون رئيس للهلال وأخدم الهلال، فرئاسة الهلال هي مش رئاسة، هي ده تكليف. نعم. بيعتبر تكليف، ده عمل تطوعي يعني، أنا ما بأخذ من الهلال شيء، بالعكس أنا بدفع للهلال شيء، فده عمل تطوعي. أنا من حبي للهلال داير أخدم الهلال لفترة معينة، ويجوا من بعدي من يخدم الهلال، فالهلال أصله لا حيدوم لرئيس معين، لا حيدوم لعضو معين، لا حيدوم لاعب يلعب في الهلال طول العمر، القصة متكررة ولافة وماشية. وعلى فكرة نحن مرتبين نفسنا بترتيبات معينة مع الأخوان، وغرفة العمليات تكونت من أمس، إنه نحن وخاتين نسبة كبيرة للفوز، نحن ما داخلين عشان ناس يقولوا إنه الخندقاوي دخل عشان إنه الأخ العزيز الصوبات يفوز بالتذكرة، لا، نحن داخلين عشان نفوز، وداخلين عشان تفوز الليستة بتاعتنا والغايمة بتاعتنا كاملة. فاز منا جزء خير وبركة، فزنا نحن كرئيس ونائب رئيس خير وبركة، فنحن داخلين من اجل المنافسه الشريفه. ساهمت في اختيار بعض الاعضاء في قائمه فجر الغد ولا تركت لهم هذا الامر؟ لا كيف ساهمت انا. نعم. احمد الدسيس والنجار. نعم، ديل ترشيحاتك انت لي. اي ديل لسه كانوا. نعم، الدسيس لمنصب الامين العام والنجار للعضويه. نعم. للعضويه صحيح. نعم، طيب يعني البعض يتحدث ايضا عن جانب القدرات الماليه، وانه الخندقاوي صحيح رجل اعمال ناجح في دوله قطر الشقيقه، وانه قدرات ماليه لا باس بها، ولكن اقل من ان يكون قادر على يعني إدارة نادي الهلال في ظل المنصرف العالي الموجود الآن. ومعروف أنه الهلال لا يزال حتى الآن يعتمد اعتماد رئيسي في مصرفاته على جيب الرئيس، يعني كيف ترد على هذا الأمر؟ والله صحيح، شوف الكلام ده قال كثير وأنا أجبت عليه كثير في كثير من المنصات. نعم. يا أخ محمد، لكن لا يزال يتردد حتى ويتردد حتى لأنه ما مشكلة أجاوب لك. أنا صحيح أنه الهلال صرفه كثير، الظروف المالية سيئة، طلعنا من كورونا دخلنا في أوكرانيا، الأوضاع عالميا مش كويسة، الأوضاع الاقتصادية في العالم تعبانة معك، لكن أنا كان ما قادر إنه في الفترة الأولى، في الفترة الأولى السنة الأولى إنه أصرف على الهلال، ما كنت ترشحت ولا دخلت نفسي في الحاجة دي. الحاب يقول خليه يقول، ما هو أي واحد داري يقول يعني الكلام ما بقروش صح، والانتقاد في الجرائد ما بقروش عادي، داري يقول أنا الفترة الأولى مستعد للصرف على الهلال من الألف للياء، الحابي من الأخطاب الكبار يساعد، من نقول لأي شخص لا، حتى لو مشجع حابي يساعد بأي حاجة ما نقول لا، وما نطلب ونترجى المساعدة، لكن أنا عندي ترتيب لقلب الهلال لشركة مساهمة هجيب اكتتاب من الخليج واكتتاب من الشركات الهنا في الفترة بعد السنة الأولى، حيكون الهلال استثماراته تحكم نفسه بنفسه، ونحن حنكون متفرغين للاستثمار وإدارة النادي، وعندنا شباب أكفاء بيقدروا يعملوا استثمار على مستوى عالي، خاصة بعد تحرير اللوجو بتاع الهلال. نشكر لجنة التطبيع أو التسيير على ذلك، وبالأخص للأخ العزيز المهندس العليقي. نعم. ما قصر، حرر الشعار، بنقول له شكرا جزيلا، ونحن إن شاء الله حنستثمر الاستثمار الصح لجلب استثمار كبير للهلال، لكي الهلال يقوم بحكم نفسه بنفسه في أسرع فرصة. نعم. أنا علاقاتي في الخليج كبيرة، علاقاتي في القاهرة في مصر الحبيبة كبيرة، علاقاتي في السودان حتى لو ما بمستوى الخليج، لأنه أنا حياتي معظمها كانت في الخليج، في برضو الأخوان هنا علاقاتهم كبيرة، فنحن بنجيب استثمارات كويسة على سن الهلال يحكم نفسه بنفسه في الأربع سنين إن شاء الله حنمسك فيها، باستثناء السنة الأولى
والباقي نحن ننهي عملية صرف الجيب الواحد للهلال. نحن دارين نصل إنه شخص من المدرجات يقدر يحكم الهلال بفكره وليس ماله. هل الكلام ده قابل للتحقيق يا أبو شريف؟ يعني لأنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السودان، الأوضاع السياسية الغير مستقرة أصلا التي تمر بها السودان، يعني هل من الممكن أن يتحول الهلال لشركة استثمارية؟ يعني حتى مجلس لجنة التطبيع دي مع الأستاذ هشام الصوبات أنا أجريت معه أول حوار برضو كان يتحدث في هذا الأمر، سنتين والهلال كما هو يعني. والله إلى أي مدى من الممكن أن يتحقق هذا الأمر؟ والله شوف يا محمد خير، الجدية في الموضوع بتنجح، تكون جادي في إنك تعمل وترتب أمور معينة أنت بتنجح فيها، تكون نص نص لا ما بتنجح. نحن جادين، انا عندي حس الحين هذا في هذه الايام عندي اكفاء واكاديميين كبار بيعملوا في الدراسه بتاعت الشركه، بيعملوا الترتيب بتاعت الشركه، بيعملوا دراسات كثيره منها دراسه جدوى وحاجات، وبنستعين بمكاتب خارجيه على سنه نحن كان الله اراد ووفقنا وفزنا بتكون جاهزة والملف جاهز عندنا ونقدر نناقش بيه ونعمل مؤتمر صحفي نناقش بيه كل اللهلة ونبتدي في الشغل طوالي. فعلا الوضع تعبان عالميا، خلينا من السودان، السودان ده نعم هنا عالميا، لكن ده لا يمنع انك تعمل شركة يعني. اوكي كان داير تعملها انت براس مال كذا مليون مثلا، ممكن يقل شوية وبعد الأوضاع تتحسن الموضوع يرتفع ستيب باي ستيب درجه درجه لحد ما نصل للحاجه اللي احنا دايرينها يعني. نعم طيب، لكن هو ضربه البدايه تبدا كيف هي ده المهم. طيب سنتين لجنه التطبيع ادارت فيهم الهلال، بكل صراحه ابرز الايجابيات اللي عجبتك في لجنه التطبيع والسلبيات اللي ما كانت عجباك كمشجع هلالي عادي بتابع يعني نادي والذي يحبه ويعشقه بعيدا عن انتخابات وكل التفاصيل، في النهايه صابر شريف الخندقاوي هلالي يحب الهلال يتابع في كل مكان. أشوف أول حاجة هي اللوغو بتاع الهلال، لأنه نعم. كان فيهم عسرة كبيرة وفيهم مشاكل كبيرة نعم. دي من الإيجابيات كويس. لما الشمل الأسري يعني كان فيه هدوء وما في مشاكل أو تضارب مع الناس، دي كانت إيجابيات. بطولات داخلية إيجابيات، عودة للدوري الممتاز، عودة للدوري الممتاز دي كانت إيجابيات، استقرار مالي لا ننكر ذلك كانت إيجابيات. أما بالنسبة للسلبيات لا يخلو أي مجلس من السلبيات. أنا دائما كنت في كثير من المنصات بدي إيجابيات 55% سلبيات 45%، فأفتكر الإيجابيات أكثر من السلبيات، نشكرهم على ذلك. ما أخذك على اللي أنت تطبيق والله عدم التوافق بين الأعضاء لأنها وصلت لدرجة الضرب. نعم. كويس. السعي وراء معالي الشيخ تركي على معالي المستشار تركي على الشيخ نعم. انه ده دار يصلي وده دار يصلي وده دار يصلي، في النهايه طفش الراي الخالص. طيب ده كان سؤال خلينا نجيب فيه. يعني كنت عايز اسالك من مساله الرئاسه الفخريه وانه لما جاء مجلس الاخ العزيز هشام الصوبات واعلن عن انه تركي على الشيخ مع المستشار بن جلو تحيه كبيره جدا سيتولى رئاسة الفخرية لنادي الهلال، كان هناك الكثير من الأحلام والكثير من الطموحات وجمهور الهلال بسرح بخياله بعيد، ولكن يعني زي ما بقوله كان صرحا من خيال فهوى. يعني تقييمك لهذه التجربة ولماذا لم تنجح لجنة التطبيع في الاستفادة من فترة الرئاسة الفخرية لتركي آل الشيخ؟ شوف هو المشكلة أنه أنا قلت عليك الحين يا أخ محمد أنه كل في أطراف بتنازع في أنه تركي آل الشيخ يكون معاه على سنه تحكم الهلال بمال تركي آل الشيخ. نعم. في أطراف من لجنة التطبيع نفسها الوقت ذاك تطبيع بجرتورة حصل النزاع، بقى الراجل في النص شعر بأنه في مشاكل. نعم. في عدم استقرار في 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 مجلس الإدارة نفسه. فما قدروا يستفيدوا، خلاص انا شكيت الشخص يشك في حاجه هو ذاته، يعني يمكن الشخص نفسه المستشار نفسه يا وجع راس من الشد والجذب اللي بيحصل يعني. فهو الصاح كان يكون شنو؟ يتعامل السيد رئيس لجنه التطبيع مباشره مع المستشار على سنه يكون الترتيب بيناتهم مباشره وليس دخول افراد بينهم سواء كان من الجهة دي أو من الجهة دي. فمن الجهة دي أنت عارف أنا بقصد بامنه، من الجهة دي بقصد بامنه. فدي كانت
برضو من السلبيات، ضيعوا الراجل وضيعوا عدم الاستفادة منه، الاستفادة الممكن كان يستفيد منها الهلال فضاعت، فدي كانت سلبيات. ضمن برنامجكم الانتخابي هل الرئاسة الفخرية مستمرة سواء كان لتركيا على الشيخ تحديدا، أو ذكرت أنك تمتلك علاقات كبيرة جدا وممتدة في الخليج، وبكل تأكيد أثناء علاقاتك مع هذه الشخصيات المهمة الهلال دائما ما يكون حاضر وموجود، هل فكرة الرئاسة الفخرية ستكون مستمرة في حال فاز صابر الخندقاوي؟ أكيد. نعم. أكيد. تركي على الشيخ نفسه ولا؟ لا أنا ما بقدر أحدد لك تركي على الشيخ ولا شخص ثاني، لكن حتكون في رئاسة فخرية نتعامل معاه بطريقة محترفة ومحترمة، معروف الرئيس الفخري متطلباته شنو، معروف إدارة نادي الهلال متطلباتها شنو نحو الرئيس الفخري، وبتكون مرتبة بطريقة يستفيد منها الهلال، مش مجلس الإدارة، يستفيد منها الهلال لمصلحة الهلال من الرئيس الفخري. نعم. وممكن نحن يكون عندنا رئيس فخري من خارج السودان خليجي، ممكن يكون عندنا رئيس فخري برضو من داخل السودان، ف لمن يحصل. نعم. الفكرة طبعا مهمة. هي وجود الرئيس الفخري ما بضر بها شيء. بالعكس الرئيس الفخري بيدفع وبيدعم النادي وممكن يديك افكار وبعلاقاته ممكن يعمل لك حاجات كثيرة. بالعكس هي موضوع الرئيس الفخري ما فيه شيء. كل الاندية العالمية والاندية الاقليمية هنا قريبة لمصر وشمال افريقيا كلها عندها رؤساء فخريين يعني. صحيح. فبالعكس يعني هي فكرة جميلة، وهي يمكن تكون دخلت في الهلال في الفترة الأخيرة في من الأخوان في لجنة التطبيع، وشيء كويس يعني. نعم. بينفع، ولكن لم يتم الاستفادة حجم الشخصية نفسها يعني. تركي على الشيخ معروف إمكانياته كبيرة. نعم. وراجل رياضي يمسك التراب يحوله إلى ذهب. بالضبط. نعم. وراجل رياضي ومن الطراز الأول، وكان ممكن يديهم أفكار بغض النظر عن الفلوس يعني. صحيح. مو أفكاره برضو كبيرة، راجل عنده كذا نادي كبير، راجل مسك الهيئة العامة للشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية اللي هي دخلت كأس العالم قريب 3 ولا 4 مرات. فالموضوع مش موضوع إنه كاش الدفع، لا، ممكن تكون فيها أفكار. صحيح. ممكن تكون في ترتيبات. أكيد. طيب أهم محور بالنسبة للجماهير هو فريق كرة القدم، ويمكن لجنة التطبيع كان واحد من أبرز سلبياته أو من أبرز ما أخذ الجمهور عليه، وفشل في ملف المحترفين تحديدا وعدم الذهاب لأبعد من دور المجموعات في البطولة الإفريقية. يعني رؤيتكم لفريق كرة القدم، خاصة أن الجماهير تربط نجاح أي مجلس بمدى قدرة فريق كرة القدم للوصول لأبعد نقطة في البطولة الإفريقية؟ والله شوف، نحن أنا رأيي الشخصي طبعا. نعم. ده بعدين بيتحكم في آراء اللجنة الفنية الجهاز الفني، لكن كان جيت مسكت رأيي أنا الشخصي. نعم. إنه الهلال يتعاقد مع لعيبة على الأقل 2 تصنع الفارق على مستوى عالي. ما أنت أي لاعب يا محمد بيجي على حسب عقده. نعم. يعني الليلة أنت ما تقدر تغير لي لاعب بيجي ب 2 مليون دولار بلاعب بيجي ب 250 ألف دولار. بعيدة. نجيب لعيبة معروفين، أفريقيا مليانة، وأنا بفضل اللعيبة اللي فارغة. نعم. لأنه متعودين على الجو بتاع السودان والطريقة بتاعت السودان ولعبوا قبل كده. فلاعبين بس لاعبين إنهم يصنعوا الفارق ويحققوا البطولة الصمراء حتى لو تدفع مبالغ أكتر. كان جيت أنت حسبتها اللعيبة جابون كان 6 ولا 7. نعم. ب200 300 400، كان جمعت المبالغ دي كلها بتقدر تجيب تضيف عليهم بسيط، بتقدر تجيب لاعبين يصنعوا الفارق. اللعيبة جابون للأسف في الفترات الكثيرة الماضية والحالية إنهم معظمهم كان في الكنبة يعني، فأما ممكن يجيب لي محترف وقاعدوا في الكنبة، طيب أنا جايبه ليه؟ وبنعتمد على اللعيبة المحليين، لعيبتنا كويسين. نعم. ممتازين على اللعيبة المحليين، وبنعتمد أكتر على الفئات السنية، نقدر نسجمهم في أكاديميات خارج نطاق السودان في قطر على الأقل في إسباير، ويقدر يفرخوا لنا لعيبة يقدروا يصنعوا الفارق يعني. لكن بالنسبة لملف المحترفين أنا بشوف ما أكتر من لاعبين لهم مستوى عالي ومعروفين أفريقيا إنهم يلعبوا مع الهلال ويصنعوا الفارق. أفضل من أجيب لي 4 ينجح منهم 1 ولا 5 ينجح منهم 1. فهذه ده أنا فكرتي أنا. لكن بعدين ممكن الجهاز الفني اللجنة الفنية هي تغرر حاجات تانية، ونحن
انا بطبعي دائما بدي الخباز لخبزه يعني، نعم لكن بقدر اقول رايي بس يعني. صحيح. طيب يعني كان عندك تجربه في الانتخابات السابقه في منافسه الدكتور شمس احمد الكاردينال، وحصلت على كم صوت؟ 7 ولا 8؟ 7. 7 أصوات. طيب يعني هذه التجربه دي اعتبرها البعض عجائب الدنيا السبعه. يعني الان البعض يرى بان هشام الصوبات يحظى بشعبيه كبيره جدا، هناك شبه توافق من الوسط الهلالي على هذا الرجل، هناك شبه اجماع انه اتركوه يعمل حقق بعض الانجازات، يعني الرجل يمتلك امكانيات ماليه كبيره جدا مشهوده لدى الجميع. يعني الا يتخوف صابر شريف الخندقاوي انه تتكرر هذه التجربه القاسيه من جديد؟ لا ابدا، بالعكس انا ممكن بقول لك يعني هي مش عمليه بتاعت، انا بقول لك عمليه بتاع الصيغه في النفس وصيغه في الشباب اللي معاي. نعم اوكي، تنظيم فجر الغد. ايوه طمنوك على موقف العضويه. انا نفسه مطمن. نعم. على نفس العضويه ولجنه العضويه وغرفه العمليات، وممكن تحصل مفاجات يعني. الموضوع مش موضوع 7 أصوات ولا 8 أصوات، ده كانت فتره انتهت، نحن في فتره جديده. نعم. صحيح. الفتره اللي فاتت دي كانت يعني لا ظروف معينه، والظروف انتهت خلاص، ننسى ده الكلام ده له تقريبا قريبه 2017 يعني. نعم 2017. فنحن حاسه في 2022 الوضع مختلف تماما، نحن عضويتنا قويه، قدرنا يعني نجمع عضويات تبعنا وعضويات مستنيره كلها ان شاء الله. وان شاء الله انا ما بقول انه نحن جايين عشان ما يكون في تزكية، لا نحن جايين نفوز. كويس، وفقنا الله، دي إرادة الله. نعم. قاعد تتابع ما يكتب عنك في الصحافة؟ والله بعض المرات يعني، مرات بتابع ومرات ما بتابع. نعم. وانا بتوقع انه بيكون في نبذ لي وكلام كثير لي، لكن ده وضع، ده هو لما يكون في نبذ انا بتفائل انه انا ماشي صح. كويس، لما يكون الوضع هادي بعتبر نفسي انه ماشي غلط. نعم، وده نبذ وعادي. نعم. انا تعودت من 2000، من 2014 انا 2017 تنبذت ما فيه الكفايه يعني، فعادي يعني ما في مشكله. نعم، انه الخندقاوي جاي المنصب رعاه وبتاع، لا عادي. نعم، انا جيت حاسه انه الخندقاوي ما يغشكم، بس عنده دكان في قطر حيحكم الهلال كيف؟ والله كل التفاصيل. والله هو ده طبعا. نعم. كلامه، والناس اللي في قطر ما عارفين انا عندي شنو، الناس الاصليين اللي في قطر عارفين عندي شنو. فانا عشان كده ما بهتم للحاجات دي يعني، انه هو اي واحد داري يقول يقول، عرفتها؟ فاللي بيقول انا والله بضحك، لانه تلقى في واحد اصلا ما عارف عن شيء بيقعد يالف ويقول لارضاء طرف ثاني للحصول على شيء ثاني، فانت فاهمني يعني. صحيح. نعم. طيب رايك شنو في هشام الصوبات؟ يعني الرجل كشخصيه معروف انه هو في فتره من الفترات ما كان عنده علاقه وطيده بكره القدم، وظهر فجاه وظهوره كان مباشره كرئيس تطبيع نادي الهلال، ورغم كل الانجازات اللي قام بها يعني كلجنة تطبيع، إلا أن البعض بيرى أنه الرجل يحتاج للمزيد من الخبرة الإدارية، حتى تصريحه بأنه هو يجهز محمد إبراهيم العليقي لكي يرأس الهلال للفترة المقبلة، تردد وإعلان الترشح متأخرا أثار الكثير من علامات الاستفهام. مسألة أن ترأس الهلال كلجنة التسيير في نهاية مهمة مؤقتة، ماذا يتجي بالانتخابات؟ أنت الآن رئيس منتخب 4 سنوات، سهام النقد ستكون أقصى عليك، يعني كيف ترى هذا الامر في ظل رجل يمتلك مجموعه من الشركات ومجموعه من المشغوليات الكثيره، وعاب عليه الهلالاب في كثير من الاحيان انه لا يحضر المباريات، لا يهتم كثيرا بامور الفريق، ويترك الفريق لنائب العليقي او لبقيه اعضاء المجلس. والله شوف، انا امسكها لك من الاول حسب سؤالك، كشخصيه لك العزيز هشام الصوبات له التحيه والسلام والاحترام. نعم. انه رجل طيب، رجل محترم، بيحترم الناس، بيحترم الكبير والصغير، بيحترم الأهل الكبار، بيحترم كل الناس يعني. أنا ما داير أقول لك يمكن 95-99% الرجل ده محبوب وسط الأهل كلهم. كويس، ده حاجة من ذكائه، وحاجة تحسب له، وحاجة على تربيته، وحاجة على طبعه، دي واحد. اثنين، الخبرة، هو من نفسه قال ما بعرف، ما عندي خبرة كبيرة في هنا يعني، مش ناكرة هو أصلا، هو قالها يعني، وده شيء جميل يعني. كون إنه يجهز العلاقي لإنه يمسك الهلال، دي حاجة نحن برضو سمعنا بها، برضو أنا بعتبر مع احترامي الشديد، هو ذكر لي صراحة في حوار تلفزيوني بس في قناة، مع احترامي الشديد للأخ المهندس العلاقي، برضو العلاقي أنا بفتكر إنه خبرته ما كبيرة يعني،
برضه بعتبر العلاقه في خبرته ما كبيره في الهلال يعني. كل ما قام به في الهلال في الفتره وما دي فتره بسيطه يعني. نعم. قام بشنو يعني؟ دي فتره بسيطه قام بها، نحن بنتكلم على 4 سنين قادمه. تمام. ف ده رايانا يعني. نعم. الفتره السنه او 6 شهور ما زي 4 سنين واداره كامله لفريق الهلال، لكن نحن بنتمنى له الموفقيه يعني. نحن ما 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 عندنا مشكله، لكن انت سالتني من راي معين، انا بقول بكل صراحه يعني. نعم. ده بخصوص طبعا يعني، برضو ممكن ارجع لك للحته بتاعت القدرات الماليه يعني. الصوبات والعلاقي مع كامل الاحترام والتقدير اليوم يعني اشخاص اعزاء واجلاء، ولكن هو تحالف مالي قوي جدا، تحالف بترولي مالي الان يحكم الهلال يعني. هل هناك تحالف مالي سيكون موجود مع الخندقاوي في حال حقق الفوز؟ لانه بذات الفتره الاولى الى حين تحويل الهلال لشركه استثماريه، الى حين يعني الوصول لصيغه مع المستثمرين العرب والاجانب او رئاسه فخريه، في هذا التوقيت الهلال لديه استحقاقات كبيره ابرزها البطوله الافريقيه في شهر سبتمبر المقبل يعني. هل هناك الان تحالفات ماليه ممكن ان يدخل فيها الخندقاوي من اجل العبور بالسنه الاولى على الاقل؟ والله شوف، انا عشان اديك تحديد لتحالفات ماليه ما بقدر اقول عليك، لانه في تشاورات للتحالفات الماليه. نعم. في تشاورات للتحالفات الماليه، رؤساء سابقين ولا اشخاص من رؤساء سابقين واشخاص جدد. نعم. لكن يعني ما في واحد حيتحالف معك ماليا الا يشوفك فايز يعني. لكن التشاورات موجوده. نعم. والوعود موجوده، سواء كان من الرؤساء القادم السابقين لون التحيه كلهم، او من الناس ما معروفين خالص، لكن البلد فيها ناس كثير. صحيح. ما معروفه وممكن يخشوا معك في شراكات، في مساعدات، بيحبوا الهلال في حاجات كثيره يعني. بالاضافه للترتيبات اللي انا عامله يعني. نعم. طيب، تنظيم فجر الغد واحد من التنظيمات، يمكن يعني انا كان استضفت الاستاذ احمد بشير، وكان دائما ما يتحدث كثيرا هو صديق عزيز عن مفاجاه، واضح انه المفاجاه شفناها قدامنا الان يعني من وقت مبكر، واضح انه المفاجاه كانت صابر شريف الخندقاوي في منصب الرئيس. يعني التنظيم نفسه، وهو اكثر التنظيمات حراكا كان في الفتره الاخيره، واقام الكثير من المؤتمرات و كوادر شبابية شاهدناها موجودة، يمكن دي كانت واحدة من أهم الأشياء الموجودة في تنظيم فجر الغد، إنه أتاح للكوادر الشبابية الهلالية فرصة أن تكون موجودة وأن تتصدر المشهد في ظل وضعية تعودنا فيها على أسماء معينة يعني موجودة. يعني هذا الكادر الشبابي هل ستكون واحدة من يعني إعطاء الفرصة للشباب في الهلال، هل سيكون واحد من أولويات صابر شريف الخندقاوي في حال فوزه بمنصب رئيس نادي الهلال؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد، والكلام ده أنا قلته من 2017 مش قلت 2022، انه مفروض الكوادر الشبابيه، الكوادر اللي هي دماء حاره، انها هي تكون في المقدمه لحكم الهلال ولترتيب الهلال. وانا افتكر ده اكبر نجاح، والاعتماد على الشباب في اي شيء، في اي شيء، سواء كان رياضي، فني، سياسي، هو بكون مكلل بالنجاح. لكن نحن بنمشي لقدام ما بنرجع لورا. فأكيد 100% كلامك اللي قلته ده حيكون صح، وحنعتمد عليه. ونحن اعتمادنا أصلا في فجر الغد ولا صابر الخندقاوي على الشباب يعني، وهم الشباب روح المستقبل، وهم الشباب اللي بيصنعوا الفارق سواء كان في الهلال أو في السودان عامة يعني. نعم. فهذه دي شيء لا بد منه وملتزمين به تماما، ووعد إنه في حالة الفوز الشباب لهم الأولوية في كل ما يخص الهلال. نعم. طيب، الانتخابات سخونتها بدت مبكرا، بعض الشخصيات الهلاليه الكبيره ظهرت كمستقلين ابرز عماد الطيب في منصب الامين العام. هل من الممكن ان يحدث نوع من انواع التفاهمات في الفتره المقبله، ولا يعني كيف تنظر الى اقدام البعض من الهلالاب الذين عملوا في مجال السابق على الدخول كمستقلين في المعترك الانتخابي بعيدا عن اي تنظيم؟ والله شوف، هي دي منتهى الديمقراطيه، منتهى الحضاره، شيء بيشبه الهلال. تمام. لكن نحن ما اظن بعد قدمنا اللائحه والقائمه بتاعتنا انه يحصل اي تحالف، خلاص القائمه بتاعتنا قدمت. منصب الامين العام للاخ العزيز المهندس الدسيس، فعماد الطيب له التحيه. عماد الطيب يختار اتجاه معين، نحن بنقول له موفق، ون
نحن محتفظين بقائمتنا وما حيكون تاني في تحالفات، خلاص القائمة تقدمت، التحالفات قبل تقديم القائمة. طيب خلينا من التحالفات، ممكن يكون في تفاهمات مع هلال المجدي بقادة الصوبات؟ بخصوص شنو يعني التفاهم؟ يعني ما خلاص ما انتوا عندكم قائمة وهو عندهم قائمة، ممكن يحدث نوع من انواع التفاهم بالتنازل ده يتنازل لده في منصب وده يتنازل لده في منصب؟ والله الحاجات دي نحن تكتيكات انتخابية. لا شوف تكتيك، لا حاجات زي دي ما في اي واحد بيرفض ان الامور تمشي سلسة صح؟ فهل انه حيكون في في ناس انسجام بتتكلم توافق لا بتتكلم عن انه الافضل انه مجلس منسجم مع بعض؟ لا ما هو نعم. بقول لك شنو انت كلامك اللي قلته ده ما بقول لك ما في حاجه بتحصل، اي حاجه في الدنيا دي بتحصل صحيح تمام. لكن هل حيكون في انسجام وتوافق في انه الناس تمشي مع بعض، ولا كل واحد في مجموعته وليفوز هو ليفوز؟ فحاجات زي دي انا كان قلت لك برفضها، اكون ما بحب الهلال. اي حاجه بتفيد الهلال، بتفيد مصلحه الهلال، بروع الشباب عندي في التنظيم وهم تنظيم هلال المجد براءة مناسبة، ليه لا؟ يعني ما في مشكلة، هي في النهاية المصلحة العامة للهلال يعني. نعم ما في مشكلة. طيب يعني في خواتيم حوار، وأنا سعدت جدا بلقائك أبو شريف صابر شريف الخندقاوي المرشح لرئاسة نادي الهلال، أترك لك الكلمة، كلمة لأعضاء الجمعية العمومية في نادي الهلال الذين يستعدون لأداء واجبهم الديمقراطي في نادي الديمقراطية نادي الهلال في انتخابات يوم 29 من هذا الشهر. والله أنا بقول لكل الأخوان كل الأهلة إنه إن شاء الله حتكون جمعية عمومية مميزة تبرز الديمقراطية وتوري الديمقراطية في الهلال والوضع الحاصل في الهلال، واتمنى لها إنها تقام بهدوء ويفوز من يفوز، بالرغم من إننا نحن واثقين من فوزنا، ونحن إن شاء الله حشدنا عضويتنا ورتبنا أمورنا وعملنا غرفة العمليات الخاصة بالعضوية وشغالين ونازلين الانتخابات بروح معنوية عالية. وبقول للشباب قدام والله الوطن الهلال. شكرا أشكرك حمد. أشكرك جزيلا. شكرا صابر شريف الخندقاوي المرشح لمنصب الرئيس بنادي الهلال. دي كانت حلقتنا من سبورت سكرين، الأسبوع المقبل لنا معكم لقاء جديد. شكرا جزيلا.